نعيد التخزين، بس اعاده التخزين يا اخي ركب كل شيء ونمشي. انت وين؟ امشي انا الحين ماشي 2 كيلو. يا اني اسمعني، يا اني اجيب لك مساعد يا اني اموت. انت وينك الحين؟ الحين ابشرك ماني عطشان، اموري طيب، جاي عام بس جوع، اجوع شوي. انت رايح ذا العمود ذا؟ عند حجارة سعيد، عند حجارة سعيد. خل حجارة سعيد، انت رايح جيت العمود؟ العمود ايوه كبير ذا. يمكن تصلق قبلي انت، اذا انت موجه صح على السيارة تصلق قبلي. وجهت صح وحاصت ورجعت وجهت ثاني. خلاص ما راح اضغط الزر. والله وصلت يا عصام. ما شاء الله قدامي. شوف رايك اللي سحبته. شايف احس بمطر واحس بذا ادري قد مني. عمر الشاي اكيد خبرك. يعني طش الرشاش. يجي كركب. تخيل وراي كلهم جري. جايك انا محطة. عصام جاهز السيارة تقوى. والله يا كثرهم. مين معقول كذا يحطوه كذا؟ خلي يسوي لنا زي وارز شو اسمه؟ ادوار هي ادوار؟ اختيار اتدعس اتدعس عاد والله يطردونك يمشون وراك من بعيد. شوف يمشون وراي ولا الركضة المعتوهة يرقص ترى يعطونك تروفة توقع هدد هدشت شكلك يا اخي معاق ما يطيح متأكد حطه بالسيارة يا اخي نفكت ثبت انت عاد زي ما معرف لا 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 قلت شفت طاح حطه بالمقعدة ورا انشغلت في الغبي هو عارف اصلا قاعد طيب يلا افضل طريقه كذا هذه سلام ايه طلع مع الباب طلع مع الباب طلعت مع الباب شيك حركات علي انت مسويها لك و مسك الباب نسيت انه غبي حركه ذي المفروض ما تسويها جاتين صلح لا حطيت العالي يعميك هذا كيف دي دق العالي يعميك من جوا غبر عليك ما عندي خاصية دي هلا من اول او من العلم والنور قوي مرة يعني النور عندي عادي هادي انا شفت شي على الاخر بيت ذا ولا خل هو عشان القزاز الامامي موجود يعني يقول لي الزر الايمن اضغط السيارة تمشي والله يا ولد قزاز مضلل شي الشمس ترى صاط على الطل اليمين تلقى اقوى يعني يا اخي لا تطلع راسك انت وينك وانت بالسيارة يا ولد انت اللي وينك انت مت موجود موجود السيارة الطارة ورا ولا انت حط طارة ثانية الطارة وغير سياطية عشان ما صدمت يطل ورا عصام اكلنا ما في مراية عشان تطل ها اكلنا تنظر يا الله انت طليت ورا اي بشوت ما في كبوت صح يلا اوه نظفت حصان نظفت ايش نظفت نظف شوف يلمع بديه بالصفرة معقولة؟
خلاص خلاص نظف. ها في صوت او في صوت صوت انقطع. انت ما قاعده صوت ما في لانه ما بتسمع الصوت. كم التيربو؟ اثنين بس. اقزاز ما يمديك تفتح. اسمع والله لو اقزاز مفتوح من فوق ما حقه. شو من عندي من هنا؟ لا ما حقه شكله خلفي ذا. تعال اسمع الصوت. والله في فراغات تشوفها اقزاز من عندي من فوق. روس انا طالعه ما يبارك يطلع له بس اهم شيء لبان جوا. ايه تصمخك في شيء هذا فيها توقع المحطه دي مليانه. ايه مكينه ثمانية ما شفتها ركضت لها انا ترى شايفها بس شوفها تحطها. اصبر اصبر شوف ايش فيها. الرغد كان لا ما فيها شيء بالعكس فيها زيت ناقص ينزل زيت ستة. حلو خليني اشيل لك دي خليني اشيل لك دي خلك خلك يلا عاد الحين فرغ ذا هنا فك لك ذا. ما شاء الله تعجل على الدعسه ها يا اصغر بقينا خلينا نشوف نشوف تشغل ولا تبغى ندور ندور شيء بس لا باقي اشياء خفيفه. قزاز لقيت قزاز اتوقع انظف من اللي معنا. رايك هذا احسن؟ ليه فكيت التيربو؟ التيربو فكيته ولا هو قالك فكه؟ ضروري التيربو ليش فكيته؟ ما فكيته فكيته موجود اثنين. هذا القزاز ده ركبه ولا خلي ده الاول؟ وسخ ذا شوف خلاص اتركه اتركه. يلا مشينا بنزين فيه يلا ادعس ادعس وينك؟ كيف بنزين؟ كيف بنزين؟ احا اصبر يا ولد كيف الدعس ها؟ اصبر اصبر بس التعشيق شوف كم تمشي كيلو ذحين يا اخي السرعة ودي العداد بس عشان اطلع السرعة كم تصل؟ 180 اقعد دودو زراعة شوف ايش فينا ترى صدامنا خلاص قفلنا 100 في شيء على الطريق ها؟ في شيء على الطريق شايف من بعيد مدري هو صندوق ولا علب ايه ها 110 اذا ست انت والله تحن 110 خلاص ايه معقول 110 مين شكلها تصدق ها؟ لا اكيد يا رجال ما ادري يمكن مين؟ يا سيارة ترى سريعة عارفين يسارك هذا حق مو يترك ابيض يسار عداد ترى شوف من بعيد شوف العداد مو حقها ترى يعني بس اي انا اقول لك عدنا بس السرعه اكيد انا اقول لك قبل شيء في سيارتين يا اخي قهرتني في قرار قدامك عندي اح 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 فط يا ولد عديت ما في شيء في سياره عاديه اترك 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 لا والله في موستنج في 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 موستنج يمين هنا عندي في داعس ها كبوت هذا ولا ايش؟ يلا دعسنا يلا كمل 50 كيلو يلا وربي 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 شكل المطور ذا مجنون غير يخليها لعبة صح اح شوف كيف بس لو كيف لو راحت سيارة ثانية اح الصوت زود فكيت الباب يا اخي انا فك الباب يقفل بسرعة ما ادري هوا ولا ايش ولا انا عندي الماوس خربان شكل ده ما ادري اصفر ترى يختلف الضوء يختلف اوه في برا بنزين اصبر اصبر انت اخضر اللي معك صح؟ اصفر وبشوف هذا ايش ابيض ركبت ابيض وش رايك؟ زرق تعال شوف لقيت بنزين؟
احمر بقيت اللي ورا قفلت الغطا نفس النار لا نفسه يلا يلا لا اخضر هو كان اخضر معك شوف يسار صار عنده بطارية مرمي اصفر اصفر ايوه وهذا اللي قدامه ابيض الحين انا عندي ابيض في برق اصفر ليش نورك من النور لا من جدك انزل اليمين اقوى من اليسار شوف طيب تعال عندي شوف شوف الارض شوف انت عندي تعال افك وانزل هنا لا لا خلاص خلاص استنى رد انا مطر انصفق الحين ما لقينا طلعت ان الله يقلع بيس شفت السيارة يلا مشينا النور تغير ظلام يا ولد ظلام حط حط العالي العالي من جدك قزاز تضليلة الاول ارحم قزاز تضليلة ترى بكه سيارة ثانية لا خلاص ما تشوف شيء جور في شيء قدامك لمع في شيء قدامك يسار شيء ابيض ترى قبل شيء لمع عندنا الله يستر انا ما اجيب العيد احو زياره زياره انت بتموت يا صاحبي اجيب العيد الله يرحمك ابا على طول ترى بقينا ترى 2 3 كيلو نكمل 50 هدي 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 في شيء وراك هديته شيء تعديته في شيء في يسار شفته في شيء يسار برج اي برج هنا لمع قبل شوي ارجع يمين يمين ايش انت بترجع تعديته؟ ايش تعديته؟ هدي هدي يمين الخطر اريد يجي قدامك تصل من الحين اي خطر هنا لا لا هدي هدي ما ادري شيء حجره اي والله حجره كبيره ارجع 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 ارجع, أرجع. في شبكي صار ها؟ اي هذا هو هذا مكان كهرب يشتغل اصلا ايوه ارجع ارجع لا لا ارجع ارجع في قبل شوي شفت شوف ارجع 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 قبل شيء فيها صندوق المساحه الصفراء دي جبتها وش داخل يا ويلك يا عيال خنخة ما في شيء ما في شيء كذا كذا يجي هو بس كذا نووي يا ولد راح راح بس كذا بيخوفك خرجك هذا المين خرج مو يا ترى ورا بس خلاص كذا كذا والله خرجك النور النور تعبان مره تعبان ضغط ال مره تعبان رضيت يطردك ادعس ادعس والله يطردك راك ترى ادعس سباق بينك وبين ادعس ايوه